من خلال البرنامج اللي راني ندير فيه خبايا الإعلام اللي بدا هذا السنة نسلط الضوء ممكن اللي لفت الانتباه، لأن وسائل التواصل الاجتماعي تجذب الناس ما ينتبهوش الكثير من الأمور. نحاول ننبههم لهذه الناحية لأنه ممكن تتلاعب بالعقول، وخاصة الشباب والمراهقين. أنا نحكي لك حكاية صغيرة. الفيسبوك ممكن كنت من آخر الناس اللي سجلوا في الفيسبوك. أنا سجلت كصحفية، يعني المفروض نكون أنا من بين السباقين، 2015. نعم. وشوف، مع أنه داخل في صميم اهتماماتي ودرست عليه وبحثت عليه واعتبرت نفسي أني ممكن من أكثر الناس اطلاعا على مشاكل وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرت أنه عندي حصانة ومناعة. نعم. كيف فتحت الفيسبوك، كل الأخطاء اللي قريت عليها ارتكبتها في الفيسبوك، ما انتبهتش. الإدمان، تعرضت للإدمان في الفيسبوك. نبدأ نفتح للصفحة على أساس نشوف برك زوج دقائق حاجة انتبه بعد 4 ساعات.